شاهد أول ظهور تلفزيوني لحورية فيربلي بعد عودتها لمصر. كشفت الفنانة حورية فيربلي تفاصيل إجرائها 4 عمليات تجميل في أنفها بالولايات المتحدة، وذلك في أول تصريحات لها بعد عودتها لمصر. وقالت فيربلي خلال حوارها عبر زوم مع الدكتور معتز عبد الفتاح ببرنامج تحت الشمس عبر فضائية الشمس: الإصابة ابتدت منذ 9 سنوات، كنت في منتخب مصر للفروسية والحصان وقع فوقيا وكسر لي مناخيري تماما. أضافت رحلة علاجي مرت على بلاد كثيرة أوي زي فرنسا والنمسا وبريطانيا والسويد والدنمارك وغيرها لحد ما وصلت أمريكا. تابعت في أمريكا اتقالي إن عمليتي صعبة جدا من كثر العمليات اللي عملتها، كنت عملت 11 عملية قبل ما أروح أمريكا، وكتر العمليات طبعا بوضط الدنيا أكثر. الدكتور قال لي لازم تقعد معايا هنا 4 شهور لأني عملت العملية على 4 مرات. استطردت خلال 4 شهور دول كنت باخذ جلسات أكسجين كل يوم لأن الدم مكنش واصل للمناخير. أول عملية أخذت 11 ساعة تقريبا وكانت مؤلمة جدا، والتنين اللي بعدها كانوا عاديين، والرابعة ودوني المستشفى كذا مرة ورجعت عشان مكنوش لاقيين العروق في جسمي خالص. وكشفت الفنانة حورية فيربلي عن وجهها لأول مرة بعد عودتها مصر من الولايات المتحدة عقب إجرائها 4 عمليات تجميل، موجهة الشكر للجمهور الذي دعا لها طوال هذه السنوات منذ بداية معاناتها بعد كسر أنفها، قائلة: الحمد لله أنا دلوقتي شكلي أحسن بكثير طبعا، اللهم لك ألف حمد وشكر، وده بفضل دعاء الناس لي، وبقيت أشم دلوقتي أكل وبقيت أجوع والحمد لله. مستكملة: أنا لسه وارمة شوية، بس أنا حابة أطمن الناس إني بقيت كويسة، شكرا لكل اللي دعموني.